نفسي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. يمكن قلال منكم سمعانين عن ظاهرة الإحساس بشبح الطرف المبتور، بس أكيد يلي عنده طرف أو عضو مبتور أو في حوالي حدا عنده هالحالة بيعرف عن هالظاهرة منيح. اليوم رح نحكي عن سبب هالظاهرة ورح نتطرق شوي لكيفية علاجها. خليكن معنا. ظاهرة الإحساس بشبح الطرف المبتور هو وجع بحس فيه الشخص اللي عنده الطرف مبتور، وبيكون الوجع بالطرف المبتور يلي ما عاد موجود. وكانوا الأطباء يوصفوا هاي الحالة بأنها ظاهرة ما بعد البتر، على اعتبارها حالة نفسية وردة فعل على عملية البتر. بس اكتشفوا لاحقاً أنه الإحساس بالوجع هو إحساس حقيقي بيرتبط بالحبل الشوكي وبالمخ. كيف؟ بعد عملية بتر الطرف أو أي عضو بالجسم، في أجزاء بالمخ وبالحبل الشوكي بتبطل تجيها الإشارات يلي كانت تجيها من العضو أو الطرف المبتور، فبتحاول تتكيف مع هذا الانفصال بطريقة غير متوقعة، وبتحاول تعطي إشارات للجسم إنه في شيء مو صحيح. هاي الإشارات تظهر بشكل وجع. وفي عوامل تانية بتساهم بإحساس الشخص بألم الطرف الشبح ومنه، ضمور نهايات الأعصاب والذاكرة الجسدية لآلام ما قبل البتر بالمنطقة المصابة، يعني احتفاظ المخ بذاكرته بالوجع يلي كان يصير قبل البتر. مشان هيك بضل يبعث إشارات بالألم حتى بعد البتر، وممكن يكون سبب هذا الألم التركيب غير الصحيح للطرف الصناعي. طيب كيف بدنا نتعامل مع هذا الألم وكيف بيكون علاجه؟ أول شيء لازم المريض يراجع الطبيب ليعرف منشأ الألم بالضبط، وإذا كان الألم بيتصنف ضمن ظاهرة الألم الطرف الشبح أو ناتج عن بقايا الطرف المبتور. وإذا كان ألم الطرف الشبح لازم ينعرف سببه بالتحديد، وعلى هذا الأساس ممكن يتم وصف أدوية أو اتباع طرق تانية للعلاج، مثل تحفيز الحبل الشوكي أو تحفيز الأعصاب أو الإبر الصينية. وطريقة العلاج تختلف من حالة لتانية، وحتى نوع الدواء بيختلف من حالة لتانية، بس اللي ما بيختلف بين كل الحالات هو ضرورة اتباع نمط حياة جديد يدعم الشخص المبتور طرفه وعم يحس بألم الطرف الشبح. وهالشي بيعتمد على بعض الخطوات أهمها: الالتزام بالأدوية اللي بيوصفها الطبيب، وتشتيت انتباه بعيد عن الوجع بالقراءة أو سماع الموسيقى، والمداومة على النشاط بممارسة الهوايات اللي بيحبها، وممارسة الأنشطة اللي بتقلل من التوتر العصبي والنفسي، مثل الحمام الدافي، الاسترخاء، التنفس العميق، التأمل، والعناية بالجزء المتبقي من العضو بعد البتر بالتدليك مع الكمادات الباردة والسخنة، والانتباه والعناية عن تركيب أو خلع الطرف الصناعي. أما الأشخاص المحيطين بالمريض فكتير من الضروري يدعموه بالتقرب منه ومشاركته النشاطات والهوايات يلي بيحب يعملها. وتذكروا أنه طريقة التعامل مع آلام ما بعد البتر بتساهم كتير بتخفيفها. حاولوا تتجاهلوا الوجع وتتحدوه بالإيجابية والقوة والنشاط، وإذا ما نفعت الطريقة لا تستسلموا للوجع، جربوا طرق تانية. شدوا حيلكن وضلوا بصحة وخير. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.